أبي ناف. هيك بتتصرف ببيت حدا غريب؟ وقدام الكل كمان؟ كل شيء له حد أبي ناف. رح يصيروا بيت حماها لميلي. شو رح يفكروا هلأ؟ ومين اللي جبرني لحتى روح لهنيك؟ قلتلك ما بدي روح، انتي جبرتيني. وهالشي معناته انك تهين العيلة كلها قدام الكل؟ وكيف اهنت العيلة؟ كنت قاعد بهدوء لحالي، ليش بلش فيشال يحكي طالع نازل؟ واذا كنت كتير حريصة على سمعتك ليش ما جاوبتي؟ بس ما فكرتي بكرامتي ما هيك؟ الصبح بكير جاركم بلش يغني لك بصوت عالي وقدامي وكأنه شي عادي، تعرفي ليش؟ لأنك أنت عطيتي وش كرامة عيلتك دايماً بتيجي عندك بالأول، بس زوجك ما عنده أي كرامة، احترام، عزة نفس. شو بقدر أعمل؟ ولا شي. أنا بس لازم أكون بطة قاعدة لأنه زوجتي كذبت علي، وبسبب كذبتك هي قدام المجتمع وقدام الحي ولك. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.